سبحان الله خاطرة خالد وخالديته اليوم هي سبحان الله الشمس هي بعد دواء، يعني نورها وضياءها وشحتها وتقتل الميكروبات. واحد مر على واحد كان يقول له شلونك؟ كان يقول والله ماشي على الأدوية على الحبوب. فقلت سبحان الله الأدوية. ذكرت الوالد السيد والسيد هاشم السيد احمد ربع زينب شيخ الطريق رفع الصفية، كان من كل الاوراد اللي وزعها ورد في حق جدنا الامام علي بن ابي طالب عليهم السلام وابو الحسن والحسين فاطمة الزهراء وبكر عمر وعثمان وعلي حسن سيد احمد رفع عبد الله والدسوق والشادري والشبندي والتيجاني والكتار والمرغني والسماني والعيدروس والغواس كتار وجميعهم السيد يوسف الفاتحة من لانه كان يقرا على الناس ولد وانت بالمنصور يا حريم ورجال. فعادي كله كان يكررها بعد يقولها، يقول الامام علي عليه السلام يقول دواؤك منك وما تشعر وداؤك فيك دواؤك فيك وما تبصر ودواؤك فيك وما تبصر ودواؤك منك وما تبصر وداؤك فيك وما تشعر اتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم اكبر. فيقول الانسان هو يعالج نفسه ذكر الله والصلاه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقراءه ايات القران وايات الشفاء. قال الوالد يقول ايش في صدور قوم مؤمنين وفيه شفاء للناس ونزل القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين اذا مرضت فهو يشفين خرج من بطونها شراب مختلف الالوان وفيه شفاء من الناس ونزل من القران ما هو شفاء للمؤمن اذا مرضت فهو يشفين قل هو الذين امنوا هدى وشفاء. كان يقول ان يعني عن الدميري وعن لما سألوه الأولياء كلهم يعني مشهورين. وكان الوالد كله يقول مكتبوها الآيات الشفاء برقة ويقول وحطوها ما يشربوها. هو اللي بقوله أن الماي هو كان الوالد يستعمله في القراءة، وحتى الله يرحمه يديت أم حسين الحمداني وزيت الزيتون غيرهم يعني خلق الله. الإنسان جزء من مكوناته، كان الوالد يقول الماء لحم عظم. فهو سبحان الله الحبوب كان الوالد بعضهم يقول عن ابو يعقوب انا ما استغني ما استعمل ادويه، وبعضهم يقول انا نباتي، وبعضهم قال لا يا ابني ما خلق الله دان الا وانزل له دواء. فكان الوالد حتى يونا بدون ذكر اسماء كان بالانجليزي قوي، كان عنده 7 لغات انجليزي فرنسي اردو فارسي بنغلاديش الماني راح مع بنته اختي ندى السيد ساشم مسيح من الرفاعي وسويسرا، وكان يعرف والله شويه بعد روسي وفارسي. فكان يونا يقرا لهم ادويه بالانجليزي كله، كان اللي يونا حتى يقرا عليهم بعضهم يقول يا ابني جيب لي تقرير طبي جيب لي ادويتك. يعني لا احد كان يجي عند الوالد يعقوب الرفاعي يقول عم يعقوب انا عايش على المضادات. هي الادويه تدش وتطلع مثل الاكل والشرب. يعني هي بعدين صارت دعامات وصارت يشيلون من عرق من الريل ويحطونه بالقلب الله يشافي الجميع. وهو سبحان الله المعوذات قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق قل والله واحد قل الكافرون. والانسان مثل ما يقولون والله بالقران يقول ومنكم من يتوفى منكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. كان اول ذكر ابو نادم الدسوقي يقعد اولاد مكتب بن سوريا يقول عم ابو يعقوب انا وانت حاسديننا بالدواوين، يقولون ابو يعقوب وادم يقول انتم صحتكم مرسيدس. قال الوالد اذا واحد قال لك يقول اقول ما شاء الله بعدين يقول كلمه حلوه ما يغرك شراعه تراه سماري. فالعين حق. هو الوالد كان يقول اغلى لوم الحسد ما مات احد يقول اكثر من المقابر من العيون. يعني العين كان واحد اتذكر ايام الانتخابات فكان كله يقول لا تجيبوا لي خبر حلو بسرعه، يقول انا عندي مثل فزه يقول اذا فزيت اضرب. واحد كان اقول لكم كان يقول انا اقلب سيارات والد، الوالد قال له روح اضرب احسد الربويين واحسد تحسد الناس الزينين. فسبحان الله يا رب اللهم لا دواء الا دوائك بجاه سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. طاري الشمس وايد حتى والله يرحمه خالي السيد علي حسين الرفاعي وغيرهم كانوا يروحون تشيكوا هذا مصحات وما يسخن وطين، وبعضهم يروحون يعني اماكن معينه يعني عشان وهي المساجات وهي سبحان الله هي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. الوالد كان يقول دورة الدم يقول بالجسم يقول يمرض ويصحى يسخن ويبرد وهذا بس يقول هي الأعمار بيد الله. وسبحان الله من الغرائب يعني في ناس كان بدون ذكر أسماء وبجمعية القلب ولا تدخلون هذا وتوفى، وناس
سبحان الله. بس هو الوالد كان يقول التدخين انه غيره، يقول اللي يشرب الخمره يقول يعيش حياته تعبان صحته، يقول الاعمار بيد الله، بس يقول احسن الواحد يبعد عن يا رب يا رب يا رب. سبحان الله. الوالد كان يعني كلامه وايد حلو، كان يقول يا ابنائي هذه الادويه ما تخلص، يقول انا زرت مصانعها بالعالم بعضها، يقول يعني اللاين ماشي، يقول بس مرات يغيرون العلبه، يغيرون اللون، يغيرون المثلث مربع مدور، بس يقول هذا الخط ماشي والحياة ماشية. يا رب يا رب. اللهم نسألك وجهك الكريم فردوس العلوي نبيك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك من الخير يا كل عاجل وادمان، العلم أعوذ بك من الشر كل ما علم لا علم، لما تسألك رضا الوالدين قل آمين. كل دواء دواء داء، لكل داء دواء. العين وين توصلها، وحتى راح يلغون مرض الله يكافينا وياكم السرطان، يعني العلم قاعد يتقدم وما ندري عن المستقبل بل وأدويته. دتشه والله يفتشه دواء. لا تنسون دواء اهل فلسطين ولبنان وكل مكان، المجاهدين لتحرير فلسطين. والله يرحم الشيخ ياسين ورنتيسي وهنيه والسنوار وحسن السيد حسن نصر الله والسيد صفي الدين وكل مجاهد ومجاهده، كل اللي قدموا لاجل فلسطين. وسامحونا يا اهل فلسطين ولبنان واي دوله اذا احنا قصرنا بالدواء. دولة الكويت الحبيبة أميرة وحكومة شعبنا ومقيمين وحتى بدهم مو مقصرين، وإن شاء الله مثل ما يقولون إن الله يطبقون قاعدة الإمام علي بن أبي طالب، يقول دواؤك منك وما تبصر وداؤك فيك وما تشعر، تزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فإن شاء الله يا رب اللهم جاوي داوي مرضانا وارحم موتانا والمعوقين بسبب الصهيونية واليهودية اللي يدعون انهم يبوا يسووا العالم الجديد. الله يعلم يعني ايش كثر يبوا لهم ارجل وايدي اصطناعية، يعني سبحان الله هذا العالم الجديد اللي يبونه. يا رب لا دواء الا دواءك ولا شفاء الا شفاءك، بجاه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان نصلي بالقدس وناخذ معنا ادوية نداوي اللي ما قدرنا نداويهم. آمين إلهي آمين.